أخيرا فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان في حج الفريضة نقص، هل تكمله الحجة التي تليها نفلا؟ النقص يختلف، إن كان نقصا من الأركان، إن كان نقصا من أركان الحج الأربعة التي هي الإحرام أو الوقوف بعرفة أو الطواف أو السعي، فهذا إن كان الوقوف بعرفة فاته الحج. وأما إن كان، وكذلك إذا كان الإحرام لم يحرم، يعني لم ينوي بقلبه الدخول للنصف، فهذا أيضا لا يصح حجه. أما إذا كان الركن هو الطواف أو السعي فهذا لا يفوت وقته، تفعله متى ما تمكن، لأن وقت الطواف والسعي في الحج يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر ويستمر إلى ما لا نهاية، لكن لا يتم حجه إلا به، إلا بالطواف أو بالسعي. وأما إن كان النقص الذي في الحج نقص واجب من واجبات الحج كالمبيت، كترك الوقوع بعرفة إلى غروب الشمس من وقف نهارا، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك رمي الجمار، فإنه إذا ترك المبيت، إذا ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ولم يرجع يجب عليه فدية جبران. كذلك إذا ترك المبيت مزدلفة أو المبيت بمنى من غير عذر شرعي يبيح له ترك المبيت، فإن عليه الفدية، لأن يعني هذا نقص يجبر حجه به. وإذا سمي بالجبران كذلك، لو ترك رمي الجمار، أو ترك رمي الجمار حتى فات الوقت، فاتت أيام التشريق، فإنه يجبر ذلك بالفدية. أما إذا كان النقص ترك سنة مثل ترك التلبية، مثل ترك التلبية أو ترك ركعتي الطواف أو الدعاء في الطواف والسعي أو الدعاء في عرفة، هذا ترك سنة لا يترتب عليه شيء.